يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يفهم من حديث السفر إلى المساجد الثلاث لأنه لا يجوز الاعتكاف إلا في هذه المساجد؟ لا، الله جل وعلا قال ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد، ما قال المساجد الثلاثة، دل على أن الاعتكاف في كل المساجد كما أن الصلاة في كل المساجد، والحمد لله. نعم.